صباح الخير مرحبا بكم وين ما حاليا في الكرام سمارة هي مازالها ملبده بسحبنا نوع العالي والمتوسط درجه الى الخلايا الرعديه اللي همت ليله اللي فاتت معظم المناطق الساحليه الوسطى وعليه خلال نهار اليوم وفي الساعات القليله القادمه ان شاء الله احنا عرفوا اجواء مستقره تميز كل المناطق الشماليه حتى بالنسبه للمناطق الجنوبيه الصحراويه باستثناء مرتفعات الهوغار وطاسيلي تعود ترجع لها هذيك آه الخلايا الرعديه الموسميه نقدر نقولوها في اخر نهار اليوم درجات الحراره القصوى المنتظره نهار اليوم احترح ما بين 28 حتى 32 درجه على كل المدن الساحليه الغربيه الوسطى والشرقيه 38 درجه على سوق هراس قال المو... ام البواقي هذا تحت الظل حاليا توصل حتى ل 40 ولا 41 درجه مشاهدينا الكرام على كل المناطق الداخليه والمرتفعات الشرقيه حتى بالنسبه للوسطى تقدر توصل حتى 37 و 38 درجه كاعلى مقياس 46 درجه على الصحراء الوسطى 39 على الجنوب الشرقي حتى على اقصى الجنوب الجزائري 41 درجه ما بين تيندوف حتى البشار وغردايه 44 درجه من جهه الواد البحر راح يكون هادئ الى قليل اضطراب على كل السواحل الجزائريه، راح يكون بين 15 20 كيلومتر في الساعه ويوصل حتى 30 كيلومتر في الساعه على بعض السواحل الوسطى باتجاه السواحل الغربيه. غروب الشمس العاصمه وضواحيها مشاهدينا الكرام لنهار اليوم راح يكون على 7 و52 دقيقه، راح يعطيكم أنا بحمي ميسوم تفاصيل اكثر حول الوضعيه الجويه في النشرات الجويه اللاحقه.